مساء الخير على كل حضراتكم في هذا اليوم. هذا يوم للفخر، يوم 25 يناير. الحقيقة أنه يوم 25 يناير بنحتفل فيه بعيد الشرطة المصرية اللي بيمر على ذكرى 71 سنة في ذكرى مقاومة يعني كل رجال الشرطة المصرية في مواجهة المحتل، واللي في وقتها الواقعة الشهيرة اللي طلبوا من المحتل أو المحتل البريطاني طلب من رجال الشرطة أن هم يسلموا قسم الشرطة في الإسماعيلية، لم يسلموا ولم يستسلموا وقاوموا حتى دماء آخر رجل وآخر شرطي مصري. كل تحية لرجالنا البواسل، والحقيقة أن هم هذه التضحيات يعني لم تنتهي ولن تنتهي وهي مستمرة حتى اللحظة. احنا موجودين مع حضراتكم هنا، حضراتكم موجودين آمنين في بيوتنا في عملنا في حياتنا بفضل دماء هؤلاء الرجال الأبرار. فكل التحية والتقدير لهم ولصمود هذا الشعب المصري. فيوم 25 يناير حقيقة هو زي ما قال سيادة الرئيس، هو يوم يعني لقدرة الشعب المصري على التحدي ومقاومة كل الصعوبات. هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة. في بداية حلقتنا بنستعرض آخر أخبارنا، والحقيقة كلنا تابعنا بالأمس زيارة سيادة الرئيس إلى الهند، والحقيقة أنه هذه زيارة خاصة جدا من نوعها، لأنه تم استقبال حافل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف في الاحتفال بيوم الجمهورية في الهند، وهو مناسبة قومية مهمة جدا في الهند، وتم اختيار سيادة الرئيس ليكون ضيف شرف الاحتفال في هذا اليوم. ومعنا للتعليق على هذا الخبر دكتورة نهى بكر، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية. مساء الخير دكتور نهى. مساء الخير أستاذة شيرين، أهلا بيكي والمشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك معانا. الاول كل سنه وكلنا طيبين بعيد الشرطه المصريه، والحقيقه ان انا زي ما بقول انه يعني الشرطه هي الشرطه والجيش الحقيقه، ولكن اليوم هو عيد الشرطه المصريه ويجب ان نوجه لهم دائما وابدا كل التحيه والتقدير والاحترام. باجي مع حضرتك دكتور نهى، وزياره سياده الرئيس واستقباله بالامس، هذا الاستقبال الحافل اللي تابعناه كلنا على الهواء مباشره، واستقبال سياده الرئيس كضيف شرف في الاحتفال بيوم الجمهوريه في الهند، وهو عيد قومي مهم جدا في الهند. رؤية حضرتك لهذه الزيارة ودلالة استقبال سيادة الرئيس كضيف شرف في هذا اليوم المهم بالنسبة للهند؟ خلينا نبتدي بأنه ده أول رئيس مصري يدعى لهذه المناسبة، يعني التي تعتبر مناسبة مهمة جدا للهند. وفي نفس الوقت دي ثالث زيارة للرئيس السيسي للهند. الزيارة بتؤكد الدعوة والزيارة بيؤكدوا على عمق العلاقات بين الدولتين، على المصالح المشتركة بين الدولتين، وعلى التاريخ الطويل المشترك بين الدولتين. لو بصينا تاريخيا، مصر والهند كانوا من أقطاب مجموعة عدم الانحياز، ولو بصينا للظروف اللي العالم بيمر بيها نشوف انه هذه المجموعة او هذا الفكر من عدم الانحياز هو لا يزال فكر مهم، رغم ان يعني الكثير من المحللين كانوا يتصوروا ان بعد انتهاء الحرب الباردة فكرة عدم الانحياز ليس له تواجد، لكن شفنا ان الحرب الروسية الاوكرانية اكدت على ان لا زال مثل هذا الفكر مهم. دي اول نقطة. ثاني نقطة الحقيقة هو التعاون الأمني والعسكري بين مصر والهند. مصر والهند يهمهم جدا أمن البحر الأحمر، أمن الخليج، ويهمهم جدا أنه التجارة تسير بأمان. إحنا أمام دولتين الحقيقة يسعون إلى السلام في إقليمهم، كل دولة منهم رائدة في إقليمها، كل دولة تتميز بالتنوع في علاقاتها الدولية وأيضا في عدم يعني قدرة القوى الكبرى على استقطابها، ولكن احترامها لجميع القوى وإصرارها على أن يكون لها علاقات قوية مع جميع القوى في العالم. لو بصينا للملف الاقتصادي هنلاقي أنه الهند ومصر بينهم ميزان تجاري هو 7 مليار دولار، والميزان ده متساوي، يعني نفس ما نصدره هو حجم ما نستورده، وده الوضع الأمثل في أي علاقة تجارية هو أن يكون الميزان المتساوي. أيضا هناك استثمارات هندية في مصر تقدر ب 3.1 مليار دولار، وده معناه أنه الهند مستثمر قوي في مصر. في إطار هذه الزيارة طبعا الرئيس يسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الهندية في مصر، إلى شرح ما هي فرص الاستثمار التي يمكن للهند أن تكون مهتمة
بيها. طب اسمحي لي دكتور نهى هنا اتوقف مع حضرتك عند الجزئيه دي، اهميه هذا التعاون ما بين مصر والهند كقوه اقتصاديه وكقوه اقليميه فاعله في المنطقه في ظل ايضا الروابط التاريخيه ما بيننا وما بين الهند، يعني يمكن تم الاحتفال ب 75 عام على العلاقات الدبلوماسيه المصريه الهنديه. مصر والهند الاثنين قوتين في منطقتهم، ومصر والهند يعني بينهم شيء مشترك وهو الكثافة السكانية. كل دولة منهم لديها ما يميزها. اجتماعهم في يعني مذكرات تفاهم وفي مذكرات تعاون، كل دوت يؤدي إلى تكامل، تكامل بين دولتين يسعان إلى الاستقرار ليس فقط لنفسهم ولكن لمن حولهم. فرص التعاون موجودة دايما، لأنه إحنا يعني مصر والهند كل منهم دولة دينامية تسعى للنمو وبسرعة وفي وتيرة سريعة، فده يعني هو الشريك الأمثل إنه يكون موجود، أو ما بنسميه إحنا تعاون الجنوب الجنوب. تعاون الجنوب الجنوب ده بيكون في تعاون في استثمارات مادية وتعاون في خبرات وتعاون علمي، يعني ازاي ان هم ممكن يستفيدوا من قدراتنا العلميه واحنا نستفيد من خلال بعثات مشتركه. يعني الهند زيها زي مصر بتطالب بانه الدول الناميه يكون لها مقعد دائم في مجلس الامن، لانه مش معقول انه دول بهذا الحجم من الكثافه السكانيه وما يكونش ليها مقعد دائم في مجلس الامن، ولينا وجهات نظر متشابهه في كيفيه اصلاح المنظمات الاقليميه، وكيف ليها طبعا يعني ما يبررها وما يؤكد على عمق العلاقات وما يؤكد على تقدير الهند لمصر، لكن سبقها كمان زيارتين من الرئيس السيسي إلى الهند. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة نهى بكر أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، وبنتناول أخبارنا لليوم، والخبر الثاني هو خبر طبي في المقام الأول، وهنتكلم عن مؤتمر القاهرة الدولي السادس لطب الأسنان نحو التحول الرقمي والأخضر. وزير الصحة: مصر تمتلك الكوادر المتميزة في طب الأسنان وتتبنى استراتيجية متطورة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومعنا على الهاتف دكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة. مساء الخير دكتور هشام. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك معنا، وكل التحية لحضراتكم طبعا ولكل طب الأسنان الحقيقة في مصر. يعني أهلا وسهلا، كل سنة ومصر بخير وطيبة يا رب دايما، وكل سنة وطيبين في حفظ من الرحمن ودماء رجالها وشهدائها. اللهم أمين يا رب، وتحيا مصر دائما إن شاء الله. دائما وابدا. دكتور هشام، الحقيقه احنا عايزين نتكلم النهارده عن مؤتمر القاهره الدولي السادس لطب الاسنان، اهميه هذا المؤتمر واهميه ما تم انجازه في طب الاسنان في مصر في الفتره الاخيره. والله هو المؤتمر ده اهميته نابعه من واستثنائيته نابعه من حاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا طال انتظار ان جامعه القاهره، وهي الجامعه الرائده في الشرق الاوسط وافريقيا ومنطقتنا طبعا، طال انتظار مؤتمر لطب الاسنان يخرج من عباءه جامعه القاهره. احنا قعدنا حوالي 5 سنين ونص 6 سنين نظرا لظروف معينه ابرزها طبعا الكوفيد واشياء اخرى، ما كناش عاملين مؤتمر طبي للاسنان من جامعه القاهره. فطبعا ده كان بالنسبه لنا حلم، وانا لما توليت المسؤوليه من حوالي كام شهر كده، فكان بالنسبه لي حلم ان انا اعمل مؤتمر باسم جامعه القاهره. طب المؤتمر ده كان هيتكلم على ايه؟ فلقينا الاستثنائيه الثانيه جايه من ان هو بيتكلم مش مجرد مؤتمر وبس، لا، في اهداف ورا هذا المؤتمر، اهمها كلها طبعا اهداف ماشيه في اطار توجهات الدوله ورؤيه مصر 2030 و2050. منها على سبيل المثال زيادة وتشجيع سياحة المؤتمرات، وأيضا التبادل العلمي، وزيادة تصنيف الجامعة أو الكلية في التصنيفات الدولية. فقلنا إن احنا نستضيف مؤتمر بيتكلم أولا عن التحول الرقمي وأحدث ما توصل إليه طب الأسنان من نانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وكمان إزاي نكون كلية خضراء طب الاسنان الاخضر. فدي كانت الحاجات المهمه ومحاور المؤتمر. طب اسمح لي، اتفضل دكتور هشام، اتفضل.
لا يا فندم انا بقفل بوضح يعني. تمام، انا بقى عايزه اخد حضرتك لنقطه اخرى مهمه جدا الحقيقه، وهي فكره انه مصر تبقى مقصد ايضا للسياحه العلاجيه ومنها طب الاسنان، بما ان احنا حققنا طفره كبيره جدا في مجال طب الاسنان، واعتقد ان ما يحدث في مصر الان يضاهي يعني كل دول العالم المتقدم اهميه هذا التطور الذي حققناه في الفتره الاخيره. وندي كده يعني نقول زي نصيحه سريعه للمشاهدين اهميه فكره انه سلامه الجسم بتبدا من سلامة الفم والأسنان، يعني بعيدا عن المسائل التجميلية يا دكتور، احنا بنتكلم صحة يعني بنتكلم على الوظيفة صحيح، مش المظهر أو التجميل. احنا دلوقتي البوابة بتاعة الجسم كله من الفم صحيح، معروف تماما يعني حتى لدى اللي هو ما عندوش معلومات طبية ان لو ما مدخش الأكل ده بيكون سيء على معدته، بيعمل مضاعفات أخرى. طب لو ما مدخش الاكل دي بتيجي منين؟ من حاله الاسنان او حاله الفك. فاذا هو العمليه مرتبطه ارتباط كلي بصحه الجسم ككل، والصحه بتبدا من الفم. علشان الميزه اللي فيه انه مريض الاسنان ممكن بيبقى فيه تعدد في الزيارات. يعني ما بتبقاش من زياره واحده. تبقى زيارات صعبة الحقيقة دكتور هشام هي زيارات صعبة ولكنها ضرورية ومهمة يعني. طبعا ما حدش بيبقى مبسوط قوي وهو رايح لدكتور الستات، ده شيء طبعا معروف، لكن يعني طبعا هو مضطر يعني. ايه اللي رماك على المره زي ما بيقولوا؟ لا 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 طبعا كل التحيه لطب الاسنان لانه مهم جدا يعني، كلنا في حاجه اليه طبعا. احنا الحته دي بقى بنستغلها في السياحه العلاجيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا الاسعار طبعا هنا غير بره تماما، يعني ما فيش مجال منافسه اطلاقا. فاحنا طبعا احسن بكتير. فبنفكر ان احنا نعمل او بنسعى ان احنا نعمل ارتباط بين مشوار السائح داخل مصر ويتخللوا رحله سياحيه او باكج سياحي معاه اسنان. طيب الاسنان دي مثلا على سبيل المثال الزراعه. الزراعه دي ما بتاخدش مش زياره، دي زيارتين. وبين الزياره والثانيه مثلا ممكن 6 شهور. فليه ما نستغلش حاجه زي كده؟ ان احنا بنضمن ان السائح كمان بيرجع لنا ثاني. اكيد. فهي في افكار كتيره قوي في حكايه السياحه العلاجيه دي. انا شايف ان يعني الاسنان مناسبه جدا فيها، وفعلا بدانا خطوات في هذا، وبنستغل برضو انعقاد المؤتمر في ان احنا نروج ايضا للسياحه العلاجيه ببلدنا العظيمه مصر يعني. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام عبد الحكم عميد كليه طب الاسنان جامعه القاهره، شكرا جزيلا لحضرتك. وزي ما قلت احنا فعلا تحققت طفره طبيه كبيره في كل المجالات ومنها ايضا مجال طب الاسنان. ناخذ عن وزاره التنميه المحليه، وزير التنميه المحليه والبيئه يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات منظومه المخلفات الصلبه بالمحافظات. عقد اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية، وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات في المراحل الثلاث للمنظومة، من مدافن صحية آمنة وأيضا محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع تدوير المخلفات ورفع كفاءة عدد من خطوط التدوير في بعض المصانع. ومعنا للتعليق على هذا الخبر دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي باسم الوزاره. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وتعليق حضرتك على هذا الخبر وهذا التعاون ما بين وزاره التنميه المحليه ووزاره البيئه في هذه المخلفات، زي ما قرينا كده في الخبر يعني في اكثر من نوع من المخلفات وايضا وجود مدافن امنه صحيه والتخلص من المخلفات الصلبه وغيرها. فعلا يا فندم، منظومه النظافه الجديده واللي اعتمدها لنا سياده الرئيس في 2019 واللي بيشترك فيها وزاره التنميه المحليه كجهه تنفيذ، كذلك معانا بشراكه استراتيجيه وزاره البيئه ووزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه ووزاره الانتاج الحربي والهيئه العربيه للتصنيع. هو بالفعل معالي الوزير ومعالي الوزيره يعني استعرضوا ما تم انجازه في المرحله الاولى اللي كانت بتتضمن
26 خلية دفن صحي آمن، و12 محطة وسيطة ثابتة، و7 محطات وسيطة متحركة، و3 مصانع للمعالجة والتدوير، كذلك رفع خطوط ست، رفع كفاءة خطوط ست خطوط للمعالجة والتدوير، وكذلك الأمر فيما يتعلق كمان بالمرحلة الثانية واللي كانت بتتضمن 4 خلايا دفن صحي آمن و6 محطات وسيطة، وده على مستوى محافظات الجمهورية، و37 محطة وسيطة متحركة، ومصنعين للتدوير، و4 محطات للفرز الأولي، كذلك مصنعي آمن ل 1200 طن لهذا المشروع. طبعا ده بيتم بشراكة ما بين شركة الإنتاج الحربي والشركات القطاع الخاص، وكذلك الأمر حجم الاستثمارات اللي بيضخها هذه الشركات حوالي 120 مليون دولار، وده يعني للتخلص النهائي الآمن لجزء مهم يعني من المخلفات. بس الميزة في هذا الأمر إن احنا العملية دي يتضمن فيها نقل وتوطين التكنولوجيا الأجنبية المتطورة في مجالات التخلص النهائي الآمن من خلال محطات تحويل المخلفات إلى طاقة. المهم الحقيقة واللي أنا قريته في هذا الخبر هو فكرة عودة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية والفرعية في المدن والمراكز والأحياء والقرى، بما يعني يشعر المواطنين بشيء من السعادة. طبعا كلنا كنا نتمنى فكرة هذا الشكل الجمالي الذي يليق بمصر وبتاريخها وبحاضرها أيضا. ده حقيقي يا فندم، وده اللي احنا اكدنا عليه في التقييم المستمر لشركات النظافة، وخاصة في التعاقدات اللي تمت سواء على مستوى القاهرة في المنطقة الغربية لشركة ارتقاء بتقوم بيها، ودي احدى الشركات المتخصصة في إدارة البيئة، كذلك في المنطقة الشرقية لإنفايرو مصر، وكذلك في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، والمنافسة ما بين هذه الشركات للخروج بمظهر زي ما حضرتك تكرمتي شوارع نظيفة علشان نحقق احنا كمواطنين نشعر بالرضا ك 2019-20، وان شاء الله ينتهي هذا في 24 ونحصل على يعني طموحاتنا ان احنا يكون عندنا شارع نظيف ومنظومة نظافة جديدة وإدارة متكاملة للمخلفات البلدية على مستوى الشارع المصري. بالتأكيد يا فندم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. ناخد حضراتكم لخبر آخر من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرة قرية بلا فقر بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة من محافظة الدقهلية في إطار برنامج فرصة. تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي مبادرة قرية بلا فقر بقرى المبادرة الرئيسية حياة كريمة. في دكتور عاطف، أهلا بحضرتك معنا، و كل التحية لحضرتك وكل التحية لوزارة التضامن الاجتماعي، وأيضا طبعا ما تبذله من جهود بصفة عامة وفي برنامج التمكين الاقتصادي الخاص بحياة كريمة، هذه المبادرة الأكبر على الإطلاق. دكتور عاطف الشبراوي، عايز أعرف من حضرتك أهمية هذه المبادرة قرية بلا فقر وتمكين الأسر الخاضعة لهذا البرنامج والمستفيدة من برنامج تكافل وكرامة التمكين الاقتصادي لهم يا فندم. هو الحقيقة وزارة التضامن الاجتماعي بتحاول تسعى في الفترة السابقة للنهوض ببرامج التمكين الاقتصادي ومنظومة التمكين الاقتصادي، وأطلقت برنامج فرصة في المرحلة الأولى ليه بيستهدف توفير 50,000 فرصة عمل ما بين أدوات إنتاج وما بين تدريب منتهي التوظيف في 8 محافظات. الحقيقة 50,000 فرصة عمل إحنا حاليا تعاقدنا لتنفيذ 35,000 فرصة عمل منهم في 8 محافظات، بجانب الثمان محافظات اللي احنا ذكرناهم في حياة كريمة بتشتغل بقوة في عدد أكبر بكثير من المحافظات اللي ذكرتها. وبالتالي الوزارة أطلقت مبادرة جديدة لتتماشى مع قرى المرحلة الأولى في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. المبادرة الحقيقة بتتمثل في ان احنا بنعرض على الأسر الأولى بالرعاية اللي هي بتستفيد من منظومة الحماية الاجتماعية برنامج تكافل وكرامة، بنعرض عليها امكانيات ان احنا نمولهم لتاسيس مشروعات مدره للدخل. المشروعات اللي احنا بناسسها بتكون ليها علاقه بالخامات الموجوده في المناطق، يعني في منها مشروعات ريفيه لتربيه مثلا الماشيه، تربيه الطيور، للتجاره، تجاره الحاصلات او الخضروات، او التجاره المنزليه، او
تصنيع المنتجات، مثلا المنتجات الحرفيه والتراثيه، والمشروعات كلها بتدور في اطار الاقتصاد الاخضر. الحقيقه المبادره بتتشكل في ان احنا بنعمل حشد للاسر المستفيده من قواعد البيانات، ونبدا نجمعهم في لقاءات، نعرض عليهم الفكره ونعرض عليهم استعدادنا لتمويلهم في شكل قرض دوار بدون فايده، وفي نسبه من القرض كمان بتبقى هديه من الوزاره، بمعنى اللي لا يتم دفع كامل اقساط القرض. والهدف دكتور عاطف اسمح لي حضرتك، بس عايزه اعرف مدى استجابه هذه الاسر ان هم من فكره ان هم يتحولوا من مجرد بيتلقوا يعني دعم من الدوله زي تكافل وكرامه الى اسر منتجه بالفعل وقادره على ان هي يكون عندها تمكين اقتصادي، هل بتجدوا استجابه من هذه الاسر؟ هو بالتأكيد الاستجابة من الأسر بتكون مفاجأة للكثيرين اللي بيعتقدوا أن الأسر الحقيقة بتستكين في الظروف اللي هي فيها، لكن بالعكس الأسر الحقيقة حاليا احنا نفذنا برنامج لتهيئة وتعديل السلوك اللي هو بيستعمل يعني مناهج الاقتصاد السلوكي في ان احنا ازاي نحفز الأفراد يعملوا أشياء وازاي نشجعهم عليها. فاحنا بنجمع الافراد وبنعمل لهم جلسه اللي هي جلسه بنقول عليها تحفيز وتهيئه، من اثناء الجلسه دي بيتم تشجيعهم وشرح البرامج وشرح المميزات وشرح العيوب او التهديدات اللي بتقابلهم في تهيئه لظروف النجاح المبادرات. ثاني حاجه بنجمعهم ونشرح لهم ان احنا شعار البرنامج ابدا واحنا معاك، ان احنا لن يتم اخراجهم من الحمايه الاجتماعيه مباشره، هتكون في فتره انتقاليه تقريبا 6 أشهر بيبداوا فيها وينفذوا فيها ولا يتم تحريكهم. فبالتالي بنديهم التحفيزات والتشجيعات اللي تقدر تخرجهم من منطقه الراحه ويبداوا يدخلوا في الانشطه الاقتصاديه دي وهم شويه مطمنين بان احنا وراهم وبنساندهم. فمعادش نعمل كل الانشطه اللي بتكمل القيمه المضافه، مثلا في الزراعات يعني عندنا دلوقتي وحدات انتاجيه للزيتون مثلا، للرمان، للخرشوف، عندنا حاجات ليها علاقه بالمقاومات الموجوده في القرى اللي فيها، في قرى في افراد كثيره بيحبوا يربوا الماشيه، فعندنا مثلا في الدقهليه اطلقنا المبادره، هي المبادره بتنفذ في 10 قرى في 10 محافظات في نفس الوقت. في بعض الافراد اشتروا عجول مثلا بالشراكه ما بين اسرتين مع بعض، جابوا عجل كبير مثلا او في جابوا خرفان، يعني هم بيختاروا المشروع. هي نقطه مهمه جدا دكتور عاطف ان هم الافراد هم اللي بيختاروا المشروع اللي بيناسبهم وفقا لامكانياتهم وبيئتهم وايضا تفضيلاتهم الشخصيه. الحقيقه احنا بنحييكم جدا على هذا المجهود، وانا بشكر حضرتك على هذه المداخله القيمه دكتور عاطف الشبراوي مستشار وزير التضامن للتمكين الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك. كده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا الأولى، الفقرة الإخبارية.